تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وللمزيد من المتابعة مع السيد إسلام عز الدين الصحفي من رام الله. سيد حسام، عفوا، أهلا بك. أهلا بك أخي. يعني ماذا لديك من جديد بشأن مسيرات اليوم؟ نعم، اليوم يعني يمكن القول أن البرنامج كان موزعا في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. هناك وقعت في مسجد رام الله اشتباكات بجانب معسكر وفر الاحتلالي، نرجع عن إصابة 7 فلسطينيين بجراح إصابات برصاص الحي، إضافة لعشرات الذين أصيبوا بحالات من الاختناق ومن إلقاء قنابل الغاز المدمع. في مدينة نعلين أيضا أشهدت مواجهات مع قوات الاحتلال لهذه المناسبة، وأصيب العشرات بحالات الاختناق والرعاية المطاطية في منطقة، يعني أرادنا أيضا من منطقة كفر القدوم في منطقة نابلس، شهدت أيضا مواجهات مماثلة، إضافة للمواجهات التي وقعت في المدينة إثر اقتحام المستوطنين لمنطقة أثرية داخل المدينة. بالمجمل يعني يمكن القول أن المواجهات وما وقعت اليوم لم تكن ذات يعني لم تكن حامية الوطيس، بمعنى لأن الجدول الأحياء المناسبة توزع على عدة أيام متتالية، ويعني كل يوم يشهد هناك أحياء لهذه الذكرى بطرق مختلفة، وتشمل المواجهات مع الاحتلال، تشمل ندوات ثقافية وغيرها. شكرا لك أستاذ حسام عز الدين الصحفي من رام الله. قال المتحدث باسم رئاسة بروندي إنه تم اعتقال الميجور جنرال جودي فرويد نيومباري الذي قاد محاولة الانقلاب على رئيس البلاد وعدد من الضباط المعاونين له تمهيدا لمثولهم أمام القضاء. وكان الرئيس السابق للمخابرات البروندية قد أعلن في وقت سابق أمس عن عزل الرئيس بعد موجة احتجاجات استمرت أسبوعين تنديدا بترشحه لولاية ثالثة، فيما وصفت الرئاسة هذا الإعلان بأنه انقلاب وهمي ووعدت بمحاكمة مدبريها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مصر تتسلم الدفعة الأولى من طائرات رافال الفرنسية الشهر المقبل. أهلا بكم من جديد. تتسلم مصر الدفعة الأولى من طائرات رافال الفرنسية في 25 يوليو المقبل بواقع 3 طائرات من 24 طائرة تشملها الصفقة. المصدر العسكري أضاف أن الطيارين المصريين يتدربون الآن على الطائرات الجديدة في فرنسا استعدادا للمشاركة في العرض الجوي الذي سيقام في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنه من المنتظر وصول 3 طائرات أخرى قبل نهاية العام. المصدر تابع أنه من المتوقع وصول 12 طائرة F من طراز F16 أو من طراز بلوك 52 وصولها إلى مصر قبل شهر أغسطس المقبل. أطلق مسلحون مجهولون ظهر اليوم قذيفة صاروخية على مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء، ما أحدث دوي انفجار هائل. الحادث أسفر عن تلفيات بواجهة المبنى بالدور الأول والثاني دون إصابات. يذكر أن محيط المبنى شهد استنفارا أمنيا وإجراءات أمنية واسعة شملت مداخل ومخارج العريش لضبط الجناة الذين لاذوا بالفرار. وفي سيناء لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخران إثر إصابتهم بطلقات نارية أثناء تواجدهم بالقرب من عدة حواجز أمنية بالعريش، فيما ضبطت قوات الأمن عنصرين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد الجيش والشرطة، كما ألقت القوات القبض على 60 محكوما عليه، وتم تدمير 3 بؤر إرهابية وتحرير 241 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مكبرة بشمال سيناء لضبط الخارجين على القانون والمطلوبين لديها.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من سيناء يسري محمد. يسري أهلا بك، وماذا لديك؟ نعم، يعني بالفعل أطلق مسلحون زهرة اليوم قذيفة صاروخية استهدفت مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء. هذه القذيفة أصابت بالفعل الوجهة الخارجية للمبنى، مما تسبب في وجود بعض التلفيات المحدودة في الدور الأول والثاني. يعني حسب ما لدينا من المعلومات فإنه لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، لكن السلطات الأمنية ترجح بأن عناصر إرهابية من تنظيم أنصار بيت المقدس هي التي قامت باستهداف المبنى، وهي التي قامت بإطلاق القذيفة التي لم تتسبب في وقوع أي غزائر بشرية، سواء بين العمال الذين كانوا متواجدين في المبنى أو بين القوات التي كانت متمركزة لتتولى عمليات حراسته. أيضا يعني قتل أحد الأشخاص برصاص مجهولين قرب كمين الميدان الذي يقع في مدخل مدينة العريش، وأصيب اثنين آخرين بطلقات نارية قرب أحد الحواجز الأمنية بمنطقة جرادة، والآخر قرب أحد الحواجز بمدينة العريش. قبل قليل أصيب شقيقين بطلقات نارية أثناء تواجدهما قرب أحد الأكمنة بمنطقة السكساكة بمدينة العريش. نعم، شكرا لك يسري محمد مراسل النهار اليوم من سيناء. وإلى الفيوم، حيث انفجرت صباح اليوم عبوتان ناسفتان بداية الصنع بميدان عبد المنعم رياض بفارق دقيقتين بين الانفجارين. الحادث أسفر عن حدوث فتحة في جدران نقطة مرور الميدان دون وقوع إصابات بشرية، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى. طالب أهالي وتجار مدينة القنطرة غرب التجارية بالإسماعيلية الرئيس السيسي ووزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني على مداخل المدينة. مناشدات الأهالي جاءت بعد ازدياد جرائم الخطف وسرقة محلات بيع المشغولات الذهبية، حيث اختطف خلال العامين الماضيين 12 تاجر، تم إطلاق سراح 11 منهم مقابل فدية، فيما لا يزال الأخير مختطفا منذ 10 أيام. احنا بنناشد وزير الداخلية وبنناشد رئيس الجمهورية ان هو يوضع لنا حل. ايه بعد كده؟ مفيش امن في البلد، احنا قاعدين خايفين على ارواحنا، خايفين على اولادي، ده خايف على روحه وعلى اولاده، كل واحد تاجر في القنطرة النهاردة خايف ان هو يفتح. احنا دلوقتي في وضع امن غير مستتب، ومن ثورة 25 يناير لغاية النهاردة في انفلات امني، وخاصة في مركز القنطرة في كذا حالة سرقة وكذا حالة خطف، والبلد هنا متهددة وخايفة، فإحنا طبعا عاوزين الشرطة